يا نهار ابيض، ايه كمية الناس دي كلها اللي بتلعب بابجي؟ ده مصر كلها بقت بتلعب بابجي ومحترفين كمان. طب والله فكرة حلوة، ليه ما انضمش معاهم والعب بابجي انا كمان؟ بس انا بقى غيرهم، هحط عليهم اشوف على اليوتيوب هي بتنزل منين وازاي، وهنزلها وابقى احسن واحد في مصر يلعب بابجي. كيف هتنزل لعبة بابجي وتلعبها؟ ايه ده كل الناس بتلعبها من على الكمبيوتر. لسه هجيب اللابتوب؟ لا حوار، لا انزلها على التليفون كده كده ينفع. واحد بيلعبها من على التليفون اهو، انزلها من على التليفون وانا بقى بالتليفون بتاعي وابقى احرف منكم. في المتجر لعبة بابجي. ايه ده مفيش غير لايت؟ طب انا عايز الاصلية. وانا عارف ان انت تليفون معفن وامكانياتك ما تجيبش الاصلية. يا رب ايه ده تليفون معفن خرابي، مش للدرجة دي يعني، هنعوزك. المهم انا هقوم اجيب اللابتوب عشان احملها عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، باذن الله هنزلها على اللابتوب وتبقى احرف واحد في مصر. بسم الله اشتغل يا عمو. خالو اشتغل يابا، اشتغل يابا، مش ينفع كده. حتى اللابتوب مش شغال، ده النحس ده. بس والله من حقه، ده انا بقالي شهر ولا شهرين ما قعدتش عليه. طب نعمل ايه دلوقتي؟ بس مفيش حل كده غير لما اروح اخد فلوس من ابويا واصلح اللابتوب، وكده كده التليفون ما هيجيبليش تليفون جديد دلوقتي. ماشي نركنها كده دلوقتي وراح اخد فلوس من ابويا. يا رب يرضى الدين يا رب، ربنا معايا. دقيقة، طب يا حبايب قلبي الناس اللي لسه ما عملتش اشتراك في القناة، اشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان خلاص طريقنا للمليون، عايزين نوصل مليون سبسكرايب بإذن الله بإذن الله قبل رمضان الجاي يا جماعة. يلا اللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ده، عايزين نوصل أكبر عدد من اللايكات يا جماعة، وعايزين نظبط الفيديو ده. إيه ده؟ لسه ما عملتش لايك ليه؟ هو انا زوري وجعني من الكلام، ما تعمل لايك. عملت لايك؟ طب واشتراك؟ فعلت زر الجرس؟ حبايبي يا بابا عايز ايه يا زفت؟ كنت عايز يا بابا منك 500 جنيه بس. 500 جنيه مرة واحدة؟ هتعمل بهم ايه؟ يا نهار، انا لو قلت له دلوقتي اللي انا عايزهم عشان اصلح بيهم اللابتوب والعب ببجي مش هيديني، فانا لازم اخترع له حاجة. اخترع ايه بس؟ بس عايزهم يا بابا؟ كنت هعمل بوم يا بابا، عمل خير يا بابا وجزاك الله وكل خير. لا ما هو كلامك ده مش هيدخل دماغي بربع جنيه، قول لي الصراحة وانا هديك بدل ال 500 1000 جنيه. الصراحة يا بابا ان انا عايز ال 500 جنيه عشان اصلح اللابتوب بتاعي عشان العب لعبة يا بابا كل الناس بتلعبها اللي هي بابجي يا بابا. هي الصراحة حلوة بس مش معايا، وادخل اوضتك يا حيوان والله العظيم بدل اخلي ال 500 جنيه 500 جلد على جسمك. بقوا على ايه؟ والله العظيم كنت عارف اللي هيحصل. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ لا انا خدت وعد على نفسي ان انا العب ببجي، انا هلعب ببجي. اعمل ايه اعمل ايه؟ حد يقول لي اعمل ايه؟ بس انا جات لي فكره والله العظيم يا بابا انا البسك فيها عشان بعد كده لما اقول لك اديني فلوس تديني على طول. انا هاخد اللابتوب هروح اصلحه وادي للراجل، يعني من بيتنا ورقم بابا واسمه بابا، وتبقى انت بقى تدبس معاه. بس والله فكره حلوه وهصلحك وهلعب ببجي النهارده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عايز ايه؟ حضرتك انا كنت عايز اصلح اللابتوب ده. هو في ايه؟ ماله يعني؟ مش عارف والله، انا جيت اشغله ومش عايز يشتغل خالص. خلاص خلاص اوكي، 5 ساعات ويبقى تعالى خده يا حبيبي هصلحه باذن الله. اسف جدا جدا والله اسف، مش هقدر اجيلك بعد 5 ساعات ان مش فاضي ووقت ما يسمحش، بس انا هديك عنوان بيتنا واسم بابا وبابا هيحاسبك وياخد منك اللابتوب. دليفر يعني؟ من عينيا، الخدمه دي متوفره عندنا يا حبيبي، هوديه له باذن الله بعد 5 ساعات. يعني ماشي بقى صلحه، بس ما تاخدش فلوسك غير من بابا. لا مش انت عزفت؟ نعم يا بابا. طالما انت بقى خلصت امتحانات وقاعد زهقان، انا حاسس بيك والله، جبت لك حاجه يا عم تعملها والله. طب هي ايه يا بابا؟ ايه؟ في نقلتين رمله قدام البيت يا حبيبي، عايزك تروح تطلعهم من الدور الثالث. اطلع ايه؟ نقلتين رمله.
سالتين رمله يا بابا، انا قادر اطلع كوبايتين شاي. هقول لك على حل حلو، جيب واحد يطلعهم واديله فلوس. طب وليه يا حبيبي اجيب راجل يطلعهم وانت موجود وهياخد 200 جنيه؟ احنا اولى بيهم، غير كمان اكله وشربه هيعطلنا الهم، وكل شويه نطلع له شاي وننزل له شاي وي وي وي. وغير كده ال 200 جنيه احنا اولى بيهم، انت اولى بيهم يا محمد. انا يا بابا لو طلعتهم هتديني ال 200 جنيه؟ لا طبعا، بس قصدي انت اولى بيهم، احنا اولى بيهم، كل البيت اولى بال 200 جنيه يا محمد. لا يا بابا مش عاجبني الحوار ده، جيب حد يطلعهم غيري. مش هتطلع، يا شكلها التحايله والطبطبه بتاعتي دي مش جايبه معاك. ممكن بقى تصحف لي كده شويه؟ ليه يا بابا؟ وانت هتفضل تقول لي ليه؟ انا هاجي هنفذ عملك، تعال. يا نهار اسكح، الرمله دي كلها والله العظيم حرام، بيضربني عشان تطلع دي كلها والدور التالت. لا والله ما نطلعها، بس هيضربني. طب انا اعمل ايه؟ والله ما مسامحني، لو طلعتهم مش مسامحني في اي حاجه. ويا رب يا رب ايه؟ ما لو البيت وقع هيعطوا ايه انا؟ بس انا عندي حل حلو، انا اجيب واحد يطلعهم، وزي ما هدبس ابويا في حق اللابتوب هدبسه في حق الراجل اللي هيطلع ديت، وماليش دعوه بقى يعمل زي ما يعمل. انا راح اجيب واحد من هناك، انا هعمل انا اصلا ما معيش رصيد، راح اجيب واحد من هناك كده يطلعهم وادبس ابويا في حق اجرته بس. بص بقى يا معلم، ادي الرمله وهتطلع الدور الثالث، شوف هتاخد كام وقول لي. بص عليا سكه ودغلي كده، الرمله دي هتطلع ب 500 جنيه، وعشان خاطرك مش هاخد منك غير 450 جنيه بس. طب وعشان خاطري؟ خلاص عشان خاطرك بس 400 جنيه كتير برضو. 300 جنيه كتير. 250 جنيه انت هتسكت ليه؟ لا مستنيك لغايه ما تخلص السيجاره، يمكن تطلعهم ببلاش. يا عم خليها علينا خالص، بس سكه ودغل سكه ودغل، وعشان انت راجل زي العسل هاخد منك 200 جنيه واطلعها لك. يا عم واعتبر ال 200 جنيه معاك، انا رايح مشوار لغايه هنا، وعقبال ما تطلعهم بابا هيطلع، وخد منه ال 400 جنيه اللي انت قلتهم عشان انت راجل زي العسل. والله العظيم وانت راجل احسن، سبحان الله استريحت لك من قلبي. يلا اهو عندك الكوريك والجرادي الكتيره، طلعهم وبابا هيطلع لك وانا ماشي. براحتك يا سعاده الباشا، مش الوالد هيكيس، انت براحتك خالص. يا عم ده بقول لي مين اللي جابك وانا هديك 1000 جنيه وبس نزلني. ايه يا بابا، ايه اللي عمل فيك كده؟ انت جيت والله لم فوقك، عشان اللي انا فيه كله ده بسببك. في راجل جه ومعاه لابتوب وقال لي خد اللابتوب ده بتاع ابنك وعايز 500 جنيه، لما ما رضيتش اديله الفلوس مسكني ضربني. وواحد تاني جه لقيته بيطلع في الرمله وطلعه وعايز الفلوس، لما ما رضيتش اديه علقني وهو قاعد اهو. كله ده اتعمل فيك؟ والله ماني ساكت، مش انا اللي هيتعمل فيك كده يا حاج. بس حبيبي والله العظيم مش عارف اني متعبك معايا. ايه يا حاج؟ مستريح معانا؟ بس خالص ده انت حسابك معايا بعدين، ده انا هنفخك. ما هو باين يا بابا صراحه، ما كنت تتشطر عليهم. خلاص كنت في ايه؟ مش عارف اشرب الشوكولا، اسكتوا بقى. طب نزلني طيب وانا مش هسكت. لا هسيب لك الدنيا خالص، مش هتشوفني. قلت لك مش هنزلك، اسكت بقى، انت راجل قدويه مش عايز امد ايدي عليك. تعالى اما اطلعك يا حبيبي، انت ما تعرفش انا مين. الله يرحمه كمال، ده عبيط قوي. ده انا بابا يلا، ولو مش عارفني روح اسال ماما، والله انا معلقك ومش هنزلك الا لما يبان لك صح. ايه ده، هو بيتحول ده ولا ايه؟ خلاص كنت يا حاله، عايز اتظلم ولا بشرب الشوكولا؟